بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام على الشهداء والمضحين، السلام على الأسرى والجرحى، السلام على المطاردين والمهجرين، السلام على الأمهات الصابرات. السلام عليكم أيها الحضور ورحمة الله وبركاته. إنما يجري في البحرين من ظلم وإجرام وحرب إبادة لجميع فئات المجتمع بات واضحا جليا لا ينكره إلا المستفيدين والمعاندين من عبدة السلطة. وكلما ترتكبه السلطة في حق المواطنين من الطائفة الشيعية منذ العام الأول لانطلاق الثورة قد بلغ أقصاه، وإن لهذا الاستهداف الطائفي الشرس لوجودنا وعقائدنا لا يعكس سوى حقد سفياني قديم يجب التصدي له بعقل إسلامي قرآني واع ومطلع على أحكام الإسلام المحمدي الأصيل وعلى مسيرته التاريخية. وها نحن اليوم نجدد ذكرى الاستفتاء الشعبي الذي هو من صلب الوعي الإسلامي والذي شاركت فيه الجماهير مطالبة بحقها في تقرير مصيرها ورفض الظلم والاستبداد والديكتاتورية والتعسف والعبودية، مؤكدة على حقها في الاستقلال ومعززة بذلك المواطنة المتساوية. إن الاستفتاء الشعبي حق أصيل وخطوة حضارية ومحطة مفصلية هامة نحو تقرير المصير، وضربة مباشرة للسلطة الحاكمة تكشف زيف ادعاءاتها أمام المحافل الدولية ذات الوجه الشيطاني المغلف بقناع حقوق الإنسان، رافضين بذلك كل الحلول الهشة التي تقدمها السلطة بمعية المجتمع الدولي. وفي ظل ما تشهده البحرين من تصعيد طائفي وهجوم شرس واعتقالات متزايدة واستمرار منهج التعذيب والقتل المتعمد، فإن كل تلك المشاهد تتجسد في الأمة البحرينية المضحية التي ربت جيلاً يعي معنى الحرية والعزة والكرامة، متمسكاً بحقه في تقرير المصير. ورغم آلامها ومعاناتها وأوجاعها أضحت الأمة نموذجاً للتضحية والصمود والثبات، عاشت معه الاضطهاد والاستهداف لشخصها ولفذات أكبادها، فكانت المحرك الأساسي لخط ثوري جهادي تضحوي، وهي على يقين بأن ما تقدمه من تضحية في سبيل الله هو بعين الله ومقبولا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.